ما هو الإسلام؟ أريك إسلام الإسلام هو أن تفرد الله بنوع التوحيد الثلاثة الإسلام هو أن تفرد الله بنوع التوحيد الثلاثة الإسلام هو أن توحيد سام والمسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصى الله سبحانه وتعالى مسلم تكون جتون إبادة شيمان تالله سبحانه وتعالى يعني مسلم لابد يصلي مسلم جمبين جتون لماد نعم والمسلم لابد يتميز عن اليهود عن النصارى المجوسي مسلم يجب أن يتبع تقريباً من من يو ومن كريستيان ومن نعم الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات سلسلة الإسلام يوجد من ثلاث أمامه المرتبة الأولى الإسلام أمامه الأولى الإسلام المرتبة الثانية الإيمان องประกอบที่สองนั่นคือการอีมานศรัทธาต่อหล่อ ال ประการที่สามนั่นคือการทำความดีหลักการอิสลามหรือรุงกลอิสลามนั้นมีห้าประการด้วยกันหลักการศรัทธานั้นมีหกประการด้วยกันหลัก وا การทำความดีนั้นมีแค่หนึ่งหลักการเท่านั้น